بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير لعام 2023. يوم الثلاثاء ورشة عمل رسمية للعاملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية، القطاع العام، القطاع الخاص، وأيضا امتحانات نصف العام للمدارس والجامعات. كل هذا وذاك ينطلق في توقيت واحد يطلق عليه ساعات الظهر الصباحية، حيث يتوجه الموظفين إلى عملهم والطلاب والتلاميذ إلى الجامعات والمدارس لأداء امتحانات نصف العام الذي ما زالت مستمرة حتى الآن وحتى نهاية الشهر الحالي. وأيضا السادة المواطنين المقيمين والمترددين من المحافظات الأخرى على القاهرة الكبرى لقضاء مصالحهم الشخصية ومصالحهم العامة. هذا بالإضافة لتوجه السادة المواطنين إلى مطار القاهرة الدولي. كل هذا وذاك بينعكس على الشارع المصري من حيث أحجام السيارات وأعداد المشاة، كثافات متحركة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية، متابعة ميدانية مستمرة من غرف عمليات المرور بالتنسيق مع خدمات الميدانية بالشارع المصري، كل في نطاق اختصاصه لمتابعة الحالة المرورية وخاصة في مناطق الأعمال والطرق المؤدية إلى مناطق الأعمال. لذا تم تعزيز كافة مناطق الأعمال بخدمات مرورية مكثفة، علامات إرشادية، علامات تنظيمية، بهدف إرشاد قيادي السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة لمنع أي كثافات أو تراكمات مرورية. أيضا تم تعزيز الخدمات المرورية بمنافذ القاهرة الكبرى وخاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر لإرشاد قيادي السيارات بالتعليمات الأمنية المضية، نظرا للشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى مرحلة العتمة في بعض المناطق على الطرق الساحلية والطرق الزراعية والطرق المطلة على المسطحات المائية وأيضا كورنيش النيل داخل القاهرة الكبرى. لذلك دائما وأبدا بنناشد السادة قيادي السيارات اتخاذ الحيطة والحذر، ومن الأفضل عدم السفر في الساعات الأولى من الصباح الباكر والحين زوال الشبورة وكذلك سرعة الرياح العالية وخاصة على الطرق الصحراوية والحين ارتفاع درجات الحرارة وانقشاع الصبورة المائية العتمة. خدمات مرورية مكثفة موجودة في مطالع ومنازل الكباري لمنع انتظار الخط نهائيا على الكباري ومنازل الكباري، خاصة بالنسبة لوسائل النقل العام والنقل الخاص والنقل الجماعي. معظم الكثافات المتحركة حاليا في الطرق المحيطة والمؤدية لمجمع المدارس والوزارات الخدمية، لذلك تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة. أيضا محور صلاح سالم في الاتجاهين بيشهد حاليا كثافات مرورية عالية، وخاصة القادم من ميدان العروبة اتجاه شارع صلاح سالم اتجاه قطاعات العروبة اتجاه كوبري الطيران. لذلك يفضل استخدام شارع امتداد رمسيس اتجاه محور النصر والذي يشهد إلى حد ما سيولة مرورية في الاتجاهين. أيضا شارع الخليفة المأمون بيشهد حاليا كثافات مرورية عالية بالنسبة للقادم من ميدان روكسي اتجاه نفق العباسية، لذلك يفضل استخدام محور روكسي غمضة حتى يمكن نخفف ضغط المرور على شارع الخليفة المأمون، وخاصة في المنطقة المحصورة من جامعة عين شمس اتجاه نفق العباسية والتي تشهد كثافات مرورية عالية حاليا. أعلى كوبري 6 أكتوبر القادم من صلاح سالم شرق القاهرة يشهد حاليا كثافات مرورية عالية، أبرزها أعلى مسجد النور اتجاه الوصلة المعلقة اتجاه غمضة رمسيس، لذلك يفضل استخدام كوبري الفردوس المستحدث اتجاه نفق الأزهر اتجاه مناطق وسط المدينة. القادم من الجيزة أعلى كوبري 6 أكتوبر بيشهد أيضا كثافات مرورية عالية وتراكمات مرورية أعلى رمسيس وغمضة، لذلك يفضل استخدام منزل كوبري 6 أكتوبر اتجاه شارع رمسيس يمينا شارع عبد الخالق صفوت اتجاه مناطق وسط المدينة اتجاه نفق الأزهر، وذلك للمتجه إلى مناطق القاهرة حتى يمكن نخفف ضغط المرور على كوبري 6 أكتوبر. أعلى الطريق الدائري بيشهد أيضا كثافات مرورية عالية في الاتجاهين، سواء القادم من شرق القاهرة اتجاه جنوب القاهرة والاتجاه الآخر أيضا، وأيضا القادم من القاهرة اتجاه الجيزة. لذلك يفضل استخدام محور رود الفرج الضبع بالنسبة للقادم من القاهرة اتجاه الجيزة، أما القادم من جنوب القاهرة اتجاه شرق القاهرة فمن الأفضل سلوك محور حسب الله الكفراوي. المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم الكامل،
وذلك بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المضية والمتابعة الميدانية والتعامل مع أي عوائق مضية قد تحدث، سواء أعطال مضية أو لا قدر الله حوادث مضية. ناشد دائما قيادي السيارات وأيضا المشاة وخاصة في ساعات الظهر الصباحية وساعات الظهر المسائية الالتزام بالسرعة المحددة، الالتزام بالحظر المضية، حتى إن شاء الله تكون الرحلة سعيدة لكافة المصريين دون أي عوائق مضية. أبرز ما لدينا اليوم غلق جزئي بشارع زكي الحسين بالنسبة لتقاطع شارع زكي الحسين مع شارع محمد متولي شعراوي وحتى سنترال مدينة نصر 3، وذلك بسبب رفع الكاميرات الخاصة بقطار المنويل، خدمات مضية مكثفة، علامات إرشادية، علامات تنظيمية بنفس الموقع. دائما وأبدا في نهاية الفقرة المضية بالناشد السادة قيد السيارات، التزام بقواعد وأداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وإن شاء الله رحلة سعيدة للمصريين.